في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على بعض التدابير عمل المحاكم بعد رفع حالة الحجر الصحي. اللي كشف عنهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الرباط سيد عبد العزيز وقيدي. وباش ترجع المحاكم النشاط المعتاد ديالها، العملية كتستدعي التباعد الاجتماعي، الاستمرار في استعمال الكمامات، توفير مواد التعقيم داخل جميع المرافق وآلات قياس الحرارة في مداخل المحاكم، وكذلك وضع حواجز زجاجية بين الهيئة القضائية وحضور القاعة. وشدد الرئيس على ضرورة التقليل من حضور الموظفين، خصوصا الموظفات النساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة. وهذا الشيء كامل غيدوز في ثلاثة ديال المراحل. المرحلة الأولى غادي تبدأ من 11 يونيو إلى 30 في نفس الشهر، اللي غيستمروا من خلالها تقديم الخدمات القضائية. المرحلة الثانية ابتداء من ثاني أيام شهر يوليوز إلى غاية 31 غشت، واللي غيتم فيها توسيع دوائر العمل بإضافة الجلسات المتعلقة بقضاء الأسرة، نزاعات الشغل وغيرها من القضايا. والمرحلة الثالثة غتبدأ إن شاء الله ابتداء من فاتح شهر شتنبر. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.